مرحبا بك سيد البشير عبد الله رئيس فريق ترانتيزنيت لكرة القدم. اليوم فريق ترانتيزنيت أجرى مباراة ضد فريق شباب تيكوين برسم ربع نهائي كأس لكرة القدم، بالرغم من الخسارة إلى فريق ترانتيزنيت يحسب له الوصول لهذا الدور. هذا شنو ممكن تقول لنا سي البشير عبد الله على هذا اللقاء؟ أولا نشكر المنبر الرياضي اللي عطانا الفرصة باش نوضحوا فيه الحوايج اللي تتعلق بالفريق الإيتران تيزنيتي العريق الذي يعاني. باختصار دابا نهضروا على هذه المقابله ديال اليوم، نهضروا على انه المقابله جرات في ظروف اللي هي مزيانه رغم المعاناه اللي كيعانيها الفريق. جرات المباراه انهزمنا بواحد لصفر، الهزيمه لا تعني لنا شيئا. علاش؟ لانه حنا دابا في اطار تكوين الفريق اللي هو تعيش ظروف صعبة سواء في الجانب المادي أو في الجانب ديال اللاعبين الذين قرروا التخلي عن الفريق بين عشية وضحاها لأسباب غير واضحة وغير معلومة. المقابلة نغصد تعجبي رغم أنه نخسر كنيجيز 1-0، ولكن إتران تصدرت في أود ميضنين أنه هاتي إتران تلا ربدت غما سواء يفتوى أن يفتان ولا يغما وأن يغما. نشكر المنبر الرياضي إمدوكا اللي صدرين أكزني لي أنزقوم دلهم الفريق الإيتراني تورفلن أي غماس غياو سوير بهراوري يستوى همان ربما 300 المرحلة لأنه ولا نتكرن تغوسيوين يدرس ما سنديون الأخبار غل جانب ما يتعلق بالإيتران. البيت الداخلي الإيتران تعاني أكثر من أي فريق غمس المنطقة نزنيت سواء غل الجانب المادي سواء غل الجانب يعني العراقيل اللي مو يتعرض للفريق من جهات معلومة وجهات غير معلومة ربما لا يمكن الفصح لأنه شرح الواضحات من المفضحات. نكني راني مدنا أنه إتران تلقى مدرسة شئنا أم أبينا، لأنه يترند قاعدة مدرسة اللي داري لان تاريخ نضالي كان عريق ماشي كنس تسكرن وإنما يوم رغب باش قزن زريق تنكنين يمنا ويسكواسن تشجل في لغية الإضافة أنه يسنك في الفريق إتران غايا دي زرين وقع عندها مشاكل ومشاكل مراكين ربما لم يدنا تنسكر المشي وقع عندها نكني وإنما مدني اخترقوا مشاكل خلقن على أساس أنه أتسكر التدمير البيت إيتران اللي موري صدر حتى استثبت لأنه إيتران كلا صافي من مش كدوس قواسات فلا سيزرين زرين تما كاتيف فتان لاعبين واش كان ضويا دي ترند تسان بدا حماس لاو جنس ولا غماس يغتلا ولا يغطي غلا اللاعبين ولا يغولين يعني ترند كان مدرسة يسادك يسادك اللاعبين هي العدد الفروق ربما جميع الفروق الممارسة غماس البطولة اللي غنى لا غير القسم الثالث هو ولا القسم الممتاز نصدر نكف اللاعبين راه كنسولنا هكا جميع الفرق مثلا راكن يختفروا تنسرسي العدد من اللاعبين نظرا لانه ارتكل ما احسن ارتكلنا انا كذا غير غلاني دريما ربما فضلوا اللاعب للفريق للفرق خارج عن البيت الإيتراني من أجل أنه لن تغني إغراءات كذا إلى آخره. كذلك مثلا أجران في كاس لاعبين نفكتنا هوارا نفكتني الرجاء يعني إيتران يشهد لها التاريخ بأنها مدرسة عارقة وشامخة وستبقى دائما كذلك. ولكن يغزدر المدن لأن يغزنيت الدقينة فوس غفوس باش أنفك يذكر تالي تستحق غمسنا مازن غمسنا ندين نزنيد سواء المجالس المنتخبة سواء المجلس الإقليمي سواء الأعيان سواء المد كل كريجتين اللي كتين أنه تلاقي زميك الغيرة يصدريك في إيتران. أظن أنه يزد المدرسة إيتران يستقى في أمس الحاجة إلى أولادها وأبناء مدينتها وأعيانها ذكرى يصدرنا داس 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 فكرا الاضافه نوعيه اللي صارت تصدر ترانا التليغيات يا وسوير اللي قاوي وينس ربما انه القسمة اللي قتلى تران وريكا سويرنس بحكم السنوات العارقه اللي تمارس غمس الجانب الكروي غمس يقلي نزنيت ربما الفرق الممارسه اللي تغيل هذنيت اللي نغمس نزنيت يعني انه سواء المكاتب اللي كيزلانين سواء اللاعبين انه اغلب كان يتران نقيس ساكور تيغ دمار نقيس غماس المكاتب
علاش ادناش قصه باش انتيني انه يتران استنمحي غد اسولورتيلي غد كذا ربما ورسين حكي الاهداف المدنة اللي ديما تسنين كورير تيرين تقاني يتران غمس نطرويت هن العجلة يتران ورتبد او رسوك تغمس يسمو موين المهم يتران اغتين ربي يا مرسرس رت غما غيلي تران ما لم يحل الفريق فولكين هاتي بين غصد ربما مدني تفرجني انه تزري المقابله في ظروف ملائمه ممارسه رياضيه سليمه بحكم الاطر الجدد اللي دار نحلاني غير تصدرنا تسكن تطعيم الفريق باش يصدر يسترجع القدرات الناس باش الدغي يسوفو يتري غي قنوان تنميرتي مدوكال تنميرتي كريز دارنا يوس إيتران تنميرتي ماريس إيتران تنميرتي اللاعبين اللي قتل الغيرة إيتران ويلي صدرني ندور في النيتران غماس نزوت الظرفية درس نتيني أيوز النون تنميرت النون هيا غدي دون سويدان سستزلي وين نغسلوقتنا سينا منوفا تنميرت النون أطاس